وقع رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي ومدير مكتبة الأسكندرية أحمد عبد الله زيد مذكرة تفاهم بين الجهاز والمكتبة، وذلك للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب، وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الأسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل الكوادر كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال للاستفادة من تواجدهم الدائم في أوساط الشباب بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات لريادة الأعمال. وضع محافظ أسيوط هشام أبو النصر ورئيس الهيئة التنمية الصعيد شريف أحمد صالح ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط عمرو أبو العيون حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية في أسيوط. عقب وضع حجر الأساس تم تفقد مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية والمقام في المنطقة الصناعية الصفا ببني غالب بعدد 26 ورشة، تم تسليم العقود الأسبوع الماضي وبدء أعمال التشغيل والإنتاج بها. يضم مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية في أسيوط 36 ورشة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل تصل إلى 500 فرصة عمل أو تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بقرية الصفا في بني غالب. بحث رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع وفد شركة أمريكية لاستضافة مصر لأول تدفق استثماري للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة. خلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توفير كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاج إليها الشركة لتسريع حركة التأسيس والإنشاء لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 24 مليار جنيه عند مستوى 2.75 من الألف تريليون. مع على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 30709 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 7072 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 10135 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.9% لتصل إلى 78 دولار و68 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت هي الأخرى بنسبة 1.18% لتحقق 74 دولار و64 سنتا للبرميل. هذا وقد هبطت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.38% لتحقق ما قيمته 2.27 دولار للتر. وأخيرا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1% لتسجل 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اعتبر الكرملين أن قرار كييف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة غاز بروم لتسليم الغاز الروسي للأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 من ديسمبر سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين. سلمت روسيا ما يزيد قليلا على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في العام الماضي 2023، لكن هذه الكمية تقل عن 40 مليار متر مكعب
ينص عليها العقد المتفق عليه مسبقا، استفادت من هذا الغاز خصوصا النمسا والمجر وسلوفاكيا. وقعت ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى كي 3 من سي 2، وأرجعت هذا إلى تحسن في ظروف الاقتصاد الكلي والتحسن في متوسط سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية. ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بعد اتفاق على مستوى الخبرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في يوليو. ذكرت موديز أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان منذ يونيو العام الماضي، إلا أنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.